بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متابعين الكرام موضوعنا النهارده في نقاط رئيسيه الفيضان يحرم السودان من فرحه العيد السلطات تعلن حصيله الدمار ومسرع خمسه وانهيار اكثر من 2500 منزل الداخليه تؤكد نوفر خياما للمشردين ونستعين بطلبات شفط وتوقعات باستمرار نزوح الاهالي بعد انهيار سد بوط هنروح للتفاصيل لكن قبل ما نروح للتفاصيل فضلا وليس امرا لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات تسببت الفيضانات التي تشهدها السودان منذ ايام في العديد من الوفيات بجانب تدمير الاف المنازل مما ادى الى عمليات نزوح كثيفه كما لقى خمس اشخاص مصرعهم واصيب ثلاثه اخرون جراء الفيضانات الناتجه عن الامطار الغزيره في السودان كما دمر ما يقرب من 2500 منزل. وقال وزير الداخلية السوداني الطريفي إدريس في بيان مساء الاثنين أن الفيضانات دمرت بين الخميس والسبت آلاف المنازل في مناطق متفرقة بولايات الجزيرة والنيل الأزرق ودارفور ونوفر خياما للمتضررين والمشردين. وأوضح البيان أن أربع وفيات كانت نتيجة لانهيار منازل وحالة غرق واحدة في دارفور وأشار إلى انهيار 2382 منزلا بينها 1110 منزلا انهيارا كليا و1272 منزلا جزئيا وتابع أما الخسائر بالمرافق شملت 26 مرفقا تعليميا ومساجد و78 من المتاجر والمخازن فيما نفقت 41 من الحيوانات وحذرت وحدة الإنذار المبكر في الهيئة العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تضرب أجزاء من عدة ولايات ودعت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل والخزانات المواطنين والجهات المختصة إلى أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع متوقع لمنسوب المياه بعدد من الخزانات مؤكدة أنها توفر طلبات لشفط المياه وتعرض سد بوت المطل على النيل الأزرق في مدينة بوت السودانية أول أمس لانهيار مفاجئ تسبب في تدمير اكثر من 600 منزل حينها في جميع انحاء المدينه بحسب ما اعلنت المديريه التنفيذيه المكلفه لمحليه التضامن بولايه النيل الازرق في السودان نسيبه فاروق كالول ووثق عدد من المواطنين السودانيين لحظه اجتياح المياه وتدميرها للمنازل بعد الانهيار المفاجئ للسد الذي كان يستخدم في تخزين 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمه من وديان جبال الانقسنة وظهر في الفيديوهات التي التقطها السودانيين تدفق المياه بشكل كبير من السد اتجاه المنازل والاشجار وهو ما تسبب في تدمير حوالي 600 منزل بعد اجتياح المياه بشكل قوي وفي تصريحات صحفيه قالت ان المياه حاصرت 600 اسره اخرى في احد الاحياء مع تعذر الوصول اليها واوضحت ان المياه غمرت المنطقه من ثلاث اتجاهات وحذرت من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة التي يمثل فيها سد بوط عصب الحياة بالنسبة لها وتضم سوقا كبيرا وأكثر من تسع مدارس للتعليم الأساسي وظلت طوال فترة الحرب ملاذا آمنا للنازحين من جميع أرجاء الولاية كلما اجتاحت سيول عارمة مناطق شمالي السودان الأربعاء الماضي مما أسفر عن انهيار عشرات المنازل وفق نشطاء دون إعلان رسمي فوري بشأن حصيلة الخسائر. وأفادت وكالة أنباء السودان الرسمية أن سيول عارمة اجتاحت مدينة أبو أحمد بولاية النهر النيل 538 كيلو متر شمال العاصمة خرطوم، ما تسبب في خسائر كبيرة بالمنازل والممتلكات. وتعد ولاية النيل الأزرق من الولايات الجنوبية حسب تقسيم السودان بعد انفصال الجنوب في 2011، تجاورها من الشمال ولاية سنار ومن الشرق إثيوبيا ومن الغرب والجنوب دولة جنوب السودان عاصمتها الدمازين وتم ترسيم الولاية في فبراير 1994 انهيار سد بوت خسائر بالجملة لدى إخوتنا الأشقاء السودانيين ربنا يعافينا بإذن الله من الفيضانات والسيول كان معكم كريم الينداوي ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته